برنامج القيادة الشبابية لأجيال قادرة راح يكون طبعا بعدة محاور لعدة فئات، وطبعا الهدف الأول والأخير هو توعية الشباب وتفعيل دورهم بالمجتمع. مرحب برياض شموط، صباح الخير، صباح منسق الورد، برامج الشباب، أهلا وسهلا أهلا فيك. فيكم. ومعنا كمان أيضا محمد الجازي منسق المشاريع، صباح الخير. صباح النور. وديانا نصار، أهلا وسهلا فيك، أهلا قائدة في فيكي. مؤسسة نهر الأردن. بداية رياض، دائما يعني بنحب دنيا نسلط الضوء على الشباب و تفعيل دورهم بالمجتمع، وانتم لكم 5 سنين ما شاء الله من نجاح الى نجاح. حلو انكم بتركزوا على جانب عملي وجانب تطبيقي، ويمكن التوجه الحلو هو دائما وجود مخيم لهيك مشاريع. فلو تحكي لنا عن هالسنه تحديدا شو راح يكون؟ بدايه اسمح لي ان اشكركم على استضافتنا لمؤسسه نهر الاردن، بالتحديد لبرامج الشباب. مؤسسه نهر الاردن من خلال مركز الملك راني للاسره والطفل بتقوم بالسنه الخامسه على التوالي بتنفيذ برنامج القياده الشبابيه للاجيال القادره. اهم اهداف هذا البرنامج هو غرس بعض المهارات القياديه والمهارات الحياه الاساسيه لدى الشباب عشان يكونوا متمكنين اكثر في المجتمع، عشان يحققوا احتياجاتهم طموحاتهم ولبوا تطلعاتهم للمستقبل. بالاضافه الى انشاء نواه صغيره في مؤسسه نهر الاردن قادره على احداث تغيير في المجتمع من خلال اقامه الخدمه المجتمعيه داخل مجتمعاتهم، بالاضافه لحمل رساله حمايه الاسره والطفل من الاساءه. السنة هاي الخامسة على التوالي احنا فترة الإعلان على البرنامج وفترة التحضير، فترة المقابلات. الحمد لله وصلنا أكثر من 650 طلب من جميع أنحاء المملكة. أعلننا من قبل بشهر احنا فترة المقابلات الجماعية والمقابلات من خلال نشاط معين عشان نتأهلوا لمخيم القيادة أو برنامج القيادة. برنامج القيادة بتكون من محورين أساسيين. بداية ببلش في مخيم تدريبي متكامل معانا مدربين محترفين على مستوى عالي من المهارات القيادية، بالإضافة إلى فريق مختص في تطبيق الأنشطة اللي بأخذوها من الناحية النظرية عشان نطبقوها على الأرض الواقع ناحية عملية. مخيم القيادة راح يكون السنة من 25/1/2013 ل 31/1/2013، 6 أيام تدريب، استفادة، معرفة جديدة، اكتساب مهارة عشان يكون في قادة مجتمع ويحملوا على همهم المسؤولية الاجتماعية وخدمة المجتمع. أكيد احنا رح نعرف بالتفصيل كيف أكيد. المخيم وقد ايه فعلا عم بيكون بناء لقدرات الشباب. أستاذ محمد، تحكي لنا عن المشروع اللي وجهتوه، يمكن لتوسعوا من نطاق هالمبادرة أو هالبرنامج، والتوجه كان لجيوب الفقر. بالضبط، طبعا احنا استكمالا لبرنامج، او طبعا اول شيء صباح الخير للجميع، وصباح الخير للوطن الجميل، صباح الخير للقيادة الهاشمية والعائلة الهاشمية. واحنا نشكر قناة رؤية وبرنامج الدنيا يا دنيا على الاستضافة. طبعا احنا برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر المرحلة الثالثة جزء رئيسي من برامج مؤسسة نهر الأردن. طبعا البرنامج هذا يتم تمويله والإشراف على تنفيذه من وزارة التخطيط والتعاون الدولي. طبعا يهدف هذا البرنامج إلى المساهمة في معالجة مسببات الفقر وتحسين الحياة الكريمة للأسر الفقيرة وتمكينهم اقتصاديا واجتماعيا. طبعا احنا كبرنامج جيوب فقر احنا نشتغل في 12 منطقة في 8 محافظات في المملكة على عدة مراحل، والسنة الثالثة الحمد لله الآن، يعني احنا في السنة الثالثة لتنفيذ البرنامج. طبعا يرتكز البرنامج هذا على 5 محاور رئيسية، اللي هي محور الاستدامة وإدارة المشاريع والاستدامة، محور البرامج الاقتصادية والمشاريع الاقتصادية والإنتاجية، محور البنية التحتية، ورابع محور نشر الوعي والحوار والتدريب، وخامس محور اللي هو محور الاجتماعي. طبعا احنا عملنا مع الشباب، واللي احنا جزء من برنامج تمكين مناطق جيوب الفقر، الشباب داخلين في جميع هاي المحاور. طبعا احنا استكمال البرنامج القيادة الشبابية ونظرة المؤسسة لاشراك الشباب في جميع برامجها، قدرنا انه نشبك شباب جيوب الفقر اللي في 12 منطقة على الدخول في برنامج القيادة الشبابية لعام يعني انتم مش بس توصلوا لهدول المناطق، انتم بتشاركوا كمان الشباب الموجودين. بالضبط، في مناطق جيوب الفقر، واحنا طبعا قدرنا نشبك من خلال الحشد واطلاق البرنامج في 12 منطقة جيوب فقر للمشاركة في برنامج القيادة
للسنة الخامسة. يعطيكم ألف عافية. ديانا كقائدة في مؤسسة نهر الأردن، يمكن ما بدي أسألك شو أو كيف عرفتي، بس أنت كبنت صبية عندك حب لهالمجتمع لهالبلد، كيف ممكن من خلال هيك برنامج، وشو حسيتي من خلال هيك برنامج مش موجود يمكن بمبادرة تانية أو بمكان تاني قدرتي توصلي وتعطي؟ أول شيء برضو أنا بشكركم على الاستضافة وصبح على الكل. المميز في برنامج القيادة الشبابية هو زي ما قلتي أنه بيفرق عن أي مبادرة تطوعية تانية، بأنك أنت بتروحي في مخيم لمدة أسبوع بتكتسبي فيه المهارات بشكل نظري وعملي برضو، منطبقها من خلال يعني تدريبات مخطط إلها وتدريبات على مستوى عالي. لكن اللي يميز البرنامج هو أنه أنت بتجي بتطبق هاي المهارات اللي اكتسبتها من خلال مشروع تطوع صيفي إحنا يلي بنخططه، إحنا يلي بنختار فكرته، وإحنا يلي طبعاً ضمن توجهات المؤسسة أكيد، وإحنا يلي بنفيد مجتمعنا من خلاله. حلو. فإحنا مش بس اكتسبنا المهارات على مستوى شخصي واكتسبنا معرفة الناس ويعني كل هاي المهارات اللي على مستوى شخصي بتكتسبها، إنما أيضاً أنت قدرت أنك تشوف أثر ملموس هاي المهارات على مجتمعك من خلال البرنامج اللي أنت خططت له وأنت اشتغلت فيه أكيد من كل قلبك. أكيد التفاصيل عن مشروع التطوع الصيفي. مشروع التطوع الصيفي هو المشروع اللي لازم ينبثق من خلال بعد المخيم اللي بنروح مخيم القيادة كل سنة، كان على مر الأربع سنوات الماضية كان يكون بيهدف أكثر لتطوع الخدمي أو الخدماتي، خلينا نقول يعني مثلا دهان مدارس صيانتها في مناطق مختلفة. السنة كنا حابين إحنا كشباب مثل ما حكينا أنه هاي الفكرة بتطلع منا والمؤسسة أكيد يعني بتدعمنا فيها، إحنا كنا كتير حابين أنه نركز أكثر على الإنسان، يعني أنه كيف نقدر نفيد الأشخاص اللي في المجتمعات المحلية. فطلعنا بفكرة أنه نوفر بيئة آمنة للأطفال في المجتمعات المحلية، وإحنا تركيز البرنامج أكثر في منطقة مركز جنوبية جبل النصر، هناك اشتغلنا. فكانت هذه هي الفكرة، عملنا مثل مخيمات صغيرة في مدارس أربع مناطق هناك، قدرنا نوصل ل 700 طفل ونرسم البسمة على وجوههم، إحنا يعني كنا بسم القادة والمتطوعين اللي معانا أكيد. فهذا هو كان ميلي يعني البرنامج أكيد. حلو يعني يروح حلو. رح نتعرف أكثر على البرنامج من خلال هالفيديو. خمس أيام كانت بالنسبة إلنا حياة جديدة، كل واحد فينا شاف في حاله قائد وخادم طموح. القيادة مثل ما اختبرناها مجموعة من المهارات والسلوكيات اكتسبناها لخدمة الآخرين. اجتمعنا مصممين على التغيير، نتغير لنغير، نتطور لنطور، حاملين على كواهلنا رسالة حماية الطفل. هناك كانت البداية ومنها تغيرت حياتنا للأبد. 2009 موعدنا مع ولادة برنامج تدريبي للقيادات الشابة في الأردن مصمم خصيصاً لحماية الطفل. 33 شاب وفتاة كنا على موعد لإتقان مهارات تخطيط وتنفيذ مشاريع مجتمعية هدفها الأول والأخير حماية الأطفال. فور التخرج صرنا على موعد مع العمل. أقمنا المخيم التطوع الصيفي الأول اللي استقطب 230 متطوع من المدارس الحكومية والخاصة. صممنا مقترح لخلق مساحة آمنة للعائلات والأطفال في جبل النصر وتلقينا منحة من المنظمة الدولية لتنفيذه. شاركنا الأطفال أنشطتهم في حديقة الندوة الملاصقة لمركز ملك رانيا للأسرة والطفل. نسقنا للمنتدى العربي للشباب وناقشنا كشباب وسائل جديدة لمنع العنف ضد الأطفال. حقوق الإنسان، احنا بدنا الكل يسمعنا، بدنا نترك الساحة الرئيسية نفس المواصفات اللي فيه. عندنا لجنه المحن من الكتب المدرسيه يعني بتكون طبعا بضل كل موضوع المانجمنت. توجهنا لمركز حقوق الانسان في مسيره وطنيه لحمايه الطفل. كنا جزء من تبادل الشباب في برنامج عالم واحد في زيارة لأمريكا. 2010 احتفلنا بالسنة الثانية لميلاد برنامج القيادة الشبابية لحماية الطفل.
هاي المرة 25 شاب وفتاة كقيادات شبابية جديدة أتقنوا مهارات ومفاهيم حماية الطفل من الإساءة. أقمنا المخيم التطوع الصيف الثاني واستقطبنا هاي المرة 250 متطوع من المدارس الحكومية والخاصة. نفذنا مشروع الطريق إلى الأمان وأصبح طريق 180 شاب وفتاة نحو حماية الأطفال من الإساءة واضح. مسرحية أصوات ساكنة حملت مواقفنا الإيجابية نحو حماية النساء والأطفال من العنف لأكثر من 1000 شخص. وكنا فخورين بتمثيل مؤسسة نهر الأردن في مسيرة عمان المئوية 2011 السنة الثالثة من عمر برنامج القيادة الشبابية لأجيال قادرة. 25 شاب وفتاة بدوا عهد جديد من الإنجاز. مؤتمر الشباب العربي الأول اللي عقد في مصر شهد على نشاطاتنا في حوار الثقافات، تعليم غير الرسمي، تداخل اقتصادي، الوعي والتطوير المجتمعي، إلى جانب تبادل البرامج بين الشباب العرب. مهرجان ألوان بلدنا شهد عروض الأفلام اللي أنتجناها وموضوعها الطفل. نحن الآن وكما سنظل على موعد مع برنامج تطوع صيفي جديد لانضمام المزيد من الشباب لبرنامج القيادة الشبابية لأجيال قادرة. برنامج القيادة الشبابية لأجيال قادرة أكيد يعني إن شاء الله تكون أجيال قادرة بهالمجهود الواضح وأجواء حلوة بالمخيم. لو بدنا نحكي بشكل سريع عن يمكن أهم أو من أهم المحطات للبرنامج هو التقائكم بجلالة الملك راني العبد الله، قد تحمستوا وكمان كان لها رؤية بتوسيع دائرة البرنامج ونشاطاته ليمكن أكبر عدد من الناس والشباب يستفيدوا منه. أكيد يعني إحنا دائما نشتغل خاصة العاملين مع الشباب والشباب اللي بحبوا العمل التطوعي وخدمة المجتمع بيشتغلوا بنفس القيادة الهاشمية على رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين وجلالة الملك رانيا بقيادة شابة، فإحنا بنستمد هذا الدعم. لقاء جلالة الملكة كان يركز كثير على الإنجازات اللي احنا نحققها طول السنوات الماضية من 4 سنوات، كل بعد نهاية مخيم القيادة وتطوع الصيفي نلتقي بجلالة الملكة بنحكي لها أهم الإنجازات اللي نقوم فيها. السنة القادمة جلسوا معها حكوا لها إيش أهم المراحل مرت فيها مخيم القيادة، واتفقنا كنا أنه برنامج القيادة لازم يتوسع على أكبر مناطق معينة من المملكة، أكبر عدد ممكن من المملكة. فتوجهنا عملنا بهذا التوجه، خططنا إحنا كفريق عامل مع الشباب على أنه هاي المشروع والبرنامج يتوسع أكثر وأكثر عشان يدخل ضمن مناطق جيوب الفقر وهم 12 جيب، بالإضافة لتنفيذ البرنامج في عمان وبالتحديد منطقة ماركة الجنوبية لأنه موجود في مركز ملك رانيا للأسرة والطفل، بالإضافة للعقبة موجود في مركز ملك رانيا لتمكين المجتمعات. بعد المخيم يمكن لو نحكي ايش اهم الخطوات من بعد المخيم. بعد المخيم بصيروا الشباب مؤهلين انهم يكونوا قادة مجتمع، اخذوا المهارات الكافيه عشان يعملوا مبادرات يتبقوها. شبابيه، تخطيط، كيف يقيموا احتياجات مجتمعهم اللي هم ساكنين فيه، ايش بتطلب هاي المهاره. الشباب بيرجعوا، شباب مناطق الجيوب راح يرجعوا لمناطقهم، شكلوا فريق عمل، فريق العمل مهمته انهم يقيموا احتياجات منطقتهم، يقدموا لنا خطه عمل، خطه العمل سوف تنفذ داخل منطقه اللي هم داخل المنطقه اللي هم المنتمين لها. كل خطه عمل ستنفذ ولا حسب كل مجموعه شباب داخل مناطق الجيوب راح يشتغلوا على احتياج هاي المنطقه ويحلوا ويسددوا احتياج هاي المنطقه. عمان والعقبه راح يشتغلوا على برنامج التطوع الصيفي، هو برنامج بصير بالصيف كل سنه بنستقطب شباب يافعين من عمر 14 ل 16 سنة من مناطق عمان الغربية وعمان الشرقية، مناطق من مدارس الحكومية والخاصة بالإضافة إلى مدارس الوكالة الغوث، عشان يجوا يعملوا خدمة مجتمع داخل مركز ملك رانيا اللي هو التعامل مع أطفال، توفير مساحات آمنة، محمل رسالة حماية الأسرة والطفل من الإساءة. بكون دور القادة كتير فعال زي ما لاحظنا بالفيديو قبل شوي أنه شباب القادة مثلوا المؤسسة
من أكثر من محفل خارج المملكة. في عندنا فريق مسرحي بيحمل رسالة حماية الأسرة والطفل وخدمة المجتمع، وانعرضت أكثر من مكان على مدار سنتين. دائما حتى اللي عنده إبداع فني بالضبط من عن على السوشيال ميديا بنقدر كمان نكون فعالين، الشباب تدريبات تعزز هاي المهارة. من أمنين الحمد لله مأمنين في بالشباب وخدمة التطوع، خدمة التطوع كثير فخورين بشبابنا. أكبر مثال أنت يمكن بالزبط. رياض من يعني هيك منضم أو عندك حب للعمل التطوعي لا منسق وجزء أساسي من الحملة. كلكم يعطيكم ألف عافية، مجهود واضح إن شاء الله من خلال هالجهد نقدر نبني دائما أجيال قادرة. محمد شموت شكرا لكم، محمد الجازي وديانا نصار شكرا لحضوركم.